عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا. انا اسفه طالعه من غير مكياج خالص عشان جايه متاخره ولسه عيانه، بس هحط مكياج في الفاصل فما تقلقوش، مش هتقعدوا تشوفوني كده كتير. هو لو تقبلونا من غير مكياج ومن غير شعر وكده هتبقى حاجه ظريفه جدا والله، لانه بقى عبء نفسي خصوصا لو الواحد ملوش في الحاجات دي زيي. اولا اسمحوا لي اشكر احمد الهواري على مهرجان الافضل لمجموعه وشواشه، اللي الفانز بتوعي قاموا بمجهود رهيب عشان يصوتوا لي فان احنا نبقى الافضل في 2017. طبعا ببقى مبسوطه جدا بالجوائز دي، وببقى مبسوطه ان انا بشوف ناس عمالقه زي الفنان محمد منير، زي الفنان احمد سقا، زي الفنانه ياسمين عبد العزيز، تامر حسني. فكره انك تبقى قاعد وسط الناس دي اكيد حاجه بتبسطك جدا، مش عشان هم ناس مشهوره ولا لا، عشان هم ناس محبوبه. ولكن انا جايزه الجمهور الحقيقيه الحقيقه هي اللي بشوفها في الشارع كل يوم، لان انا يمكن من المذيعه الوحيده في الوطن العربي اللي بيختلف عليها الناس جدا. يعني يا ناس بتحبني جدا جدا جدا، يا ناس ما بتحبنيش خالص. يعني في ناس ما يفرقش معاهم، يعني مثلا يقول لك ايه، بتحب منى الشاذلي ولا لا؟ يقول لك، في ناس يقول لك اه قوي، وفي ناس يقول لك عادي، بس مش هتلاقي حد يقول لك ايه مثلا بكرهها. ولو قلت مثلا على لميس مثلا، بتحب لميس؟ بشوفها ما بشوف، مفيش حد هيقول برضو بكرهها. لكن انا من الناس اللي بسمع كتير قوي ان يا حد يقول لك بعشقها ويعيط من كتر ما بيحبني وبتاع، بس يقول لك يا عم ما بطقهاش. نفسي بعد ما اخلص موضوع الاذاعه ده اقعد ادرس حكايه اشمعنى انا اللي ما بطقهاش دي. هل عشان موضوع الخير مش ماشي مع الشعر الاصفر فعامل لخبطه، ولا عشان انا يعني مثلا هاديه او ركزه او حقانيه قوي فكلامي زي الدبش، ولا الفئه اللي هي بتكرهني قوي قوي دي ما بتتفرجش على برامجي، بتلتقي بيا بحاجه على اليوتيوب بتبقى بره الصندوق بالنسبه لهم زي الجن وزي وزي وزي. يمكن عشان انا مؤمنه فعلا بالجن ووجوده وازال الناس، فطلعت في برنامج اقول انه موجود ولكن مش اي حاجه لازم نرجعها للجن. يعني انا لولا ان القناه قايلالي ما اتكلمش في المواضيع دي، انا كنت فضلت اوعي الناس ايه اللي صح وايه اللي غلط، لانه موجود. الناس اللي بتروح للدجالين موجوده، الناس اللي بتروح تعمل اعمال موجوده، الناس اللي ممسوسه موجوده، أبيت أم رضيت موجودة وملهاش أي تفسير علمي. فكان ممكن نتناقش ازاي نحد من الظواهر دي، لكن في ناس بتعتبرها جهل، وانا مش جهلة. انا واحدة معايا ماجستير في الاعلام، انا مش جهلة، ولا تربيتي ولا الباك جراوند بتاعي يقولي ان انا اقتنع بحاجة زي كده، ولكن اقتنعت لاني شفتها ولما دخلت فيها وحاولت احمي ناس وادعبس وكده اتأذيت. يمكن عشان كنت حقانيه طول الوقت او بمشي في الحق، ده ما كانش بيعجب كل الناس، لان واضح ان كان في يعني الصح، يعني لو كنت ابتديت اكبر من كده شويه ان كان يبقى في نوع من الدبلوماسيه شويه في ان انا يعني ايه اتعامل مع الناس. زي بالظبط شفت الكابتن احمد شوبير في المهرجان بتاع وشواش، كنت نفسي اروح اقول له هو انت ليه بتشتم فيا؟ يعني انا بالنسبه لي احمد شوبير وانا صغيره ده بقى احمد شوبير، فاهم؟ يعني الجول كيبر الفظيع، وكان عينيه خضره وبتاع، ولما طلع اشتغل
في الإذاعة كان متحدث جدا ومتكلم جدا. فأنا بالنسبة لي كانت صدمة، إن معروف عن لاعبين الكرة إنهم ما بيهتموش بالتعليم قوي، وفي بيكمل وفي ما بيكلمش ما بيكملش، وفي وإنها بيبقى عندهم تالنت بتاعت الكرة ولكن هم مش متحدثين جيدين. فإزاي يبقى في جول كيبر ومتحدث ولبق ويقدر يبقى عنده سرعة بديهة على الهوا ويقدر يبقى محاور؟ فلما حصلت كذا حاجة، يعني حلقة الجن، موضوع فتاة، كل شوية يسلخني يسلخني يسلخني، عايزة أروح أسلم عليه عشان أنا معجبة بيه في المهرجان ده، وفي نفس الوقت أنا عارفة إنه ما بيحبنيش خالص وبيشتم فيا جامد جدا. فكنت عايزة أقوله طب يعني ليه أنت ما تعرفنيش؟ وبعدين هي الناس اللي بتقعد تشتم دي ما بتخافش خالص إنها تظلم؟ يعني سي ان انا طلعت فعلا ست خيره جدا، بخلي بالي من الناس الغلابه جدا وبحبهم جدا، وبطلع من جيبي وفوق جيبي كمان، كروح استلف عشان اساعدهم، وان انا فعلا طيبه زي ما ببان كده، وفعلا انا مقتنعه باللي بقدمه، مش بقدمه عشان اعمل بروباجندا ولا غيره. لو حد ظلم هيحصل ايه؟